في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب السابق النادي الافريقي جمال رحومه. نعود نرحب بك من جديد جمال. حتى كنا نحكي في الاوف بعدت على الكوره وحليت ظهر لي مشروع اخر اللي هو كوشا. اخترت بلاصه ما يعرفش بزار شويه بمسويقة. علاش؟ ما علاش بيزار؟ معناها خاطر عرفت الكلوب بيزار خاطر نعرفوا ريفالتي الكبيره بين الكلوب وبمسويقة. حبيت اسبيرونسي بمسويقة برشا. صحيح اما ناكد لك اللي 50% في بمسويقة يحبوا الكلوب. 50% ممكن 50%. انا تفاجات ممكن شويه تقلقت من الاول. مو عندي تصويره انا وطارق ثابت حطيتها هكا في المخبزه بون تخلقوا شويه اما ناكد لك اللي ممكن 50% كلوب يستاهل بمسويقة. معناها ما قلقوكش شويه من الاول ما طول توا يحبوني. شنو صار من الاول؟ صاروا حاجات من نوع لا يلزمك تنحي التصويره وكيفاش تجاوب لك كلوب تجي تحط لنا تصويره هكا في بمسويقة وجاو جماعه الكلوب معايا لا حط واعمل اش تحب احنا معاك وبدتها بدات بتفادليك. اما اللي قبلوها عاديه اليوم شنو علاقتك كيفاش؟ علاقه طيبه وما عندنا حتى مشكله. بيحبوك غادي ياخذوهم من عندك متشكرين والدنيا الكل. يجيو امورهم. نحكي شويه جميل علاقتك بالمنتخب. حسيت في وقت من الاوقات كنت تستحق تاخذ فرصه اكبر في المنتخب. صحيح. بون لعبت انا ماتش جاتني كونفوكاسيون وقتها في 2004 ضد افريك دو سود. ماتش وحيد اللي في مسيرتك لعبته. لعبته و ماتش اميكالا. ماتش اميكالا. وممكن هي ديجا ضربه من بعدها بمده صغيره تضرب فهمت شنو ممكن كان ينجم يصير. ممكن برشا حاجات يجيني ممكن كونفوكاسيون ماتش اخر. هي الفرص كيفاش تجي وقتها مشى كليتون ومشى انيس العياري. عيط لي انا مشيت عديت ماتش محترم عادي. الضربه ممكن هي اللي قلت لك انا جاتني في شطر الكارير. كنت نجم نعمل في عمرك قداش؟ في 25 في طنبك نتاعك. ممكن كنت نجم نعمل كارير ما خير. الحمد لله على كل حال. شوف معناها كنت معناتها هذيك هي اختيارات فنيه والضربه ما عاونتكش والا فما بالطبيعه كان فما كليتون وانيس العياري وقتها والا كان فما ظلم والا اختيارات فنيه. شنو رايك انت؟ كنت تستحق معناها تكون تاخذ فرصه اكبر؟ لا كنت ظلم ما نتصورش. اما كنت ممكن نستحق ناخذ فرصه. وقتاش خاصة؟ قبل الضربة خاصة؟ قبل الضربة بعد الماتش هذاك ممكن كنت ناخذ فرصة أخرى ماتش اثنين. وممكن كان أثبت وجودي ممكن نقعد أما ما خديتش الفرصة. ماتش لفريق دو سود كيفاش تعديتو؟ عادي. ماتش عادي. وصلوك عروض أوروبية في الفترة هذيك بعد بطولة عربية ولا لا؟ وقتها منجي بن إبراهيم نذكر كلمني على هو كان يلعب في سويسرا عنده شوية علاقات. قال لي هو اللي ممكن شد صحيح قال لي ما تخش تمشيش السعودية انا نجيب لك اوفر واقعد اعطي شوية للكلوب وتخرج لبرا. ممكن قاعد يحضر لي في حاجة وبون صارت وقتها الضربة هي اللي بدلت كل شيء. باهي خلينا نحكي على تجربك في بقية الفرق من الكلوب. مشيت 2007 على الملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي. كيفاش كان احكي لنا شوية كيفاش كانت ملعب الجيبسي؟ من احسن الفترات اللي عديتها في جيبس في الناسيونال وقتها. مدرب وقتها طارق ثابت مدرب كفء. فما جروب باهي جاو ملاعبيه ميريتوال جاجي فما من الكلوب. عدينا عام باهي ماركيت وقتها 6 ولا 7 اهداف. عديت عام باهي ومزروب نحب نرجع وقتها خارج من ضربه نحب نرجع كومبيتيسيون. لعبت عام كامل نحب نرجع نلعب. بعد ما خرجت كنت تخمم ترجع للكلوب ولا لا؟ بالطبيعه يلزمك مش يلزمك اي انسان خرج من الكلوب يحب يعاود يرجع باش يظهر اللي هو ممكن كان مظلوم اللي ما خذاش فرصته. على فكره راهو الملاعبين الكل تغلط. ممكن انا فما اوقات في الكلوب سيبت روحي شوي. سيبت روحي شوي. شويه جين دو في فهمت مفسد وك الجو هذاك مفسد معناها ما ترتاحش مليح. سهريات تخرج تاسع شويه سهريات فهمت نستعرف بها. هذه ما عندي حتى مشكلة. هذا في آخر بريود الكلوب ولا في وقت الضربة ولا كيفاش؟ قبل الضربة بشوي. فهمت؟ وبعد الضربة وهي الضربة هذيك فما نسبة أنا حكيت حتى مع طبة نسبة كبيرة لما يقولوا لك من قلة النوم مثلا قلة النوم قلة الراحة. قلة الراحة صحيح بالضبط. عندها سبب من الأسباب نجم تكون فما أسباب. أماني قلت لك إذا كان إنسان يخرج مثلا من النادي الإفريقي يخمم باش يرجع يعمل مستحيل يعمل ماتشات باهين يمشي لاي جمعيه يحب يظهر روحه يخمم باش يرجع. فماش حد ما يحبش يلعب في النادي الافريقي. بون عملت عام باهي الا قلت علاش لا. هذه باش احكي لك حكايه ما حكاوها لكش انت. حكاوها لكش باش نحكيها لك تو. وقتها معدي عام باهي في جابس
يوسف الزوابي راني في الاسبيرونس، جينا جاو لعبوا معانا في جابس، عملت طرح كبير. بعد الماتش كلمني قال لي جمال اعطيني نمروك وباش نكلمك فما حاجه، وكلمني على الاسبيرونس. كي كلموا وقتها سي انور الحومه البريزيدون تاع جابس يهز تليفون ديريكت لشريف بلامين. قالوا كيفاش احنا نعطيهولك وانتم مش تعطيوه؟ وروزمون معناها صح تعميد. انت ما عندوش علاقه بيك شريف بلامين وقت، انت عندك ملك جابس. هو كلمه. لا ما عليه. صارت تليفون معاش عملوا تليفونات على اساس قالوا كيفاش احنا. ما هوش اوبليجي معناتها باش يسمع كلامك. بالطبيعة اما نحكي لك. راهو هكا وهكا بون ممكن كل بيس انا والحب. ممكن. رفض باش يسير بك. رفض. هو مش اوفر صحيح اما اقتراح ممكن. كان ممكن فما اقتراح. ما حبش وقتها وطلبوا قالوا كيفاش احنا اعطيناه لك واحنا معناها ممكن يرجع للكلوب وما ناش هكا صارت حكايه كما هكا. ما حكيتش معاه انت؟ لا ما حكيتش. جملة. كيما اكيد كيما اي ملاعب يجي اوفر من جمعيه من الكلوب ولا من الاسبيرونس ما نجمش نقول لا. بما اني انا كلوبيست سمعتها وحسبت روحي ما سمعتش. باش كي يجي الاقتراح شنو باش نقول؟ اي ما نجمش. لا ما تجيش فهمت؟ وانت خارج من الكلوب وتحب تلعب باش يجيك اوفر كبيره مثلا من الاسبيرونس ما تنجمش تقول لا. صحيح. وانا ولد الكلوب ما نجمش نقول اي. اي لا ما عادش نفهم شيء، حسبت روحي سمعت. هي نتصورها صعيبه سيرتو ما كانوش برشا يمشيوا من الكلوب. وقتها صعيب ياسر. ما كان فما وظالي معلول نبي معلول ظالي وقتها برك عملها كا اما مازال ما بداوش يمشي حسيت روحي سمعتها ونستنى كان معناها كان شديد صحيح انت كنت نجم تمشي تلعب تشوفك بالون ترجي مثلا انا قلت لك حسيت روحي ما سمعتهاش الحكايه وخليتهم هما يحكي في بعضهم كان قالوا اي وقت النجم نحكي كان قالوا لا حسن اوكي لا شكون فما وقتها مدافع عايزه في الاسبيرونس وقتها مزيد البحايري حاجه كيما هكا البريود هذيك ما نطورش به بعد وفات تجربة مع بعض مع الملعب جابسي مشيت للقصرين انت ما عادش سوق كونترا مع الكلوب لا ما عادش سوق كونترا ومسح عميل مع جابس شريتني القصرين من جابس بالفلوس وقتها في الناسيونال عملت 6 شهور في القصرين كيف عديت 6 شهور باهين ومن بعد وقتها كلمني انور الحداد في الملعب التونسي قال لي وقتها انا في القصرين قريب تقعد غادي توا فهمت انا الرئيس باش نجي توا نهزك يبدي كيفاش قال لي لا باش نجي نهزك نذكر الرجال وتحية وجا القاسيين وقتها صحنا كونترا في الليل في بلدي حالينا بلدي وهزيت الكهرباء ودبي وخبطت لتونس وقتها ستاد تونيزيا وقتها نلعب التونسي حسرة كانت في العام هذاك كيفاش خطوه لقدام معناها ستاد معناها بديت ترجع في اسمك شويه نرجع معناها عملت عام في جابس بديت تتجاوز البليسيور بديت نتجاوز البليسيور وبديت نرجع في اسمي بديت نلعب كذا وعامتها عملنا عام في استاد عاد مش عادي كملنا كاتريام كان برشا ملاعبية باهيين في استاد محمد جديد فما نعيم بربط خالد الزعيري جميل الخمير بلال يكن وليد يكن عملتوا كاف ذهاليا قصداوي سلامة عملنا كاف العام اللي بعد وقتها في استاد مليان لعبنا وبعد العام الثاني في الملعب التونسي سمير شمام يراني في نادي الاخضر الليبي اللي مشى له توا مهدي الودرفي صح تعامين انت في استاد 3 سنين في استاد 3 سنين هاي كلمني خيرت انا وقتها قلت نمشي نعمل تلم شويه فلوس تلم شويه فلوس ما نكذبش عليك من الاخر من الاخر ومازال وقت الكونترا فيه مازال عام ونص مع الملعب التونسي سايبوك استاد حكيت مع سي انور ما حبش كلمت وقتها سي راؤوف كيكا كما اي ملاعب اذا كان باش تحب تخرج يقولوا لك لا باش تولي تقول له ما عادش نجم نلعب ما عادش نحب نلعب وانت صايف في مخك باش تخرج وفي الاخر وقتها نزلت على الفلوس اللي عندي وخرجت خلوك تخرج جوست خليت الفلوس برشا فلوس خليت ما نذكرش برشا فلوس فسخت العقد وخممت اني باش نمشي ليبيا ومن بعد في 2011 وقتها مشيت ليبيا وياك ما مشيت يا ريتني ما مشيت عشت نجم نسميوها رحلة الموت في ليبيا رحلة الموت احكي لي شنو صار بالضبط في ليبيا انا عندي شوية تفاصيل لكن قول لي انت مثلا رحلة الموت في ليبيا عملنا وقت عملت 6 شهور عادي نلعب مريقلين وقت جات الثورة ووقت اللي جات الثورة معايا مرتي وبنتي وقتها بنتي صغيرة عمرها عام باش نحكي لك كيفاش باش نروح وانت الثورة تاع تونس شنو صار ما نحكيلكش في ليبيا ناي نحن نتسمى كما يقولوا حكايه فارغ والبلاصه اللي صارت فيها الثوره في الجبل الاخضر هذه في فين اللي كنا نلعب فيها وين الكيب نتاع وين بدات من غادي شراره بدات من غادي وقتها يقولوا باش نبعثوا بطول بنغازي باش يجيبوا التوانسه وباش تلموا بعضنا جماعه بنغازي وجماعه مش لموا بعد بطول تنحى مع شي نجم صار رعب شو خلص معنا وقتها المده كيف بديت شنو صار بالضبط مدلو كانت الامور عاديه
تفاجئت شنو صار؟ هو كيفاش نلعبوا احنا مع المريخ السوداني ماتش مع النادي الاخضر في الملعب نتاعنا وصارت حاجه في كاف حاجه هكا لا فما ماتش ودي ماتش ودي صارت حاجه مش عاديه في الجمهور صار ضرب تسمع في الكرتوش واحنا في معنا في الجراد انتوما في الستاد تسمع في الكرتوش صارت حاجه ماهيش عاديه كي كمل الماتش خرجنا بدات بعد فهمنا اللي هي تبعوا تونس ولا بدات فما حاجه الوقت شدينا الديار ما خرجناش ثلاثه اربع جمعات اتصلنا بالوقت معنا المدرب كيفاش كانوا الجماعات هذوكم تسوى رعب برعب رعب برعب ونطلبوا في بعضنا من اللاعبيه فما وقتها مهدي نسيره وصابر خليفه في اهلي بنغازي وطارق ثابت فما انا فما سمير شمام نجيب الفتوحي في الاكيب هذه والهي ايمن الرهيف في الزاويه معنا نكلموا في بعضنا كيفاش باش نحاولوا كيفاش نلموا بعضنا الطياره نخرجوا من بعضنا تنجموا تخرجوا وقتها كان من نجموش في الشارع شنو فما وقتها كيفاش تعيشوا كيفاش تاكلوا واش بون وقتها في الدار نسكنوا فيها يعطيهم الصحه معنا نشكرهم اللي بيا ما خلوناش في الاخر ما لقينا حتى حل ولاو كراونا جمعيه كار تلمينا فيها الملاعبين تاع علي بن غازي التوانسه واحنا مشينا 800 كيلومتر على البر 800 كيلومتر مشينا على مصر تصور انت اقرب قريب لمصر البلاصه هي اقرب 800 700 800 كيلومتر على مصر 800 معناها شنو تونس وتطاوين تطاوين تونس صعيبه ياسر معناها رحله نتاع 9 10 ساعات نتصور هكاك ولا اكثر معاهم معانا بعثوا معنا معناها بسلاح حاكم بسلاح ومع هذا الكل تصور انا معايا مرتي وبنتي صغيره عمرها بنتك راهي مات برعب نتصور صغيرة تشوف صغيرة الحاكم والسلاح ما تفهمش وقتها تفهمش حاجه صعيبه ياسر والعائله يكلموا فيا لا اقعد متراوح اصبر بشويه ستريس ياسر ما سووش حاجات في الثنيه يوقفونا يشوفوا ياخذوا لو لا بعثوا معنا كما نقولوا مسؤول نتاع المسؤولين نتاع الجمعيه وصلنا لمصر الحمد لله سلكتوها في مصر اصعب موقف في حياتي تعديت سلكناه باهي بعدها شنو صار؟ كملت الكولا ولا قلت يزي؟ وقتها ستة شهور قعدت مش مستوعب الحكايه قعدت ستة شهور كلمني قفصه وقتها وليد التايب مشيت انا وليد التايب وقتها هو خرج من الاسبيرونس مشينا لقفصه ايه عملت عام في قفصه عملت عام في قفصه مع خالد بن يحيى بعد قفصه مشيت للجرزيس وصلك اوفر من اوكرانيا وقتها ولا لا مشي جاني صح هذا بعد قبل قفصه قبل قفصه كان فما حاجه من اوكرانيا مشيت وقتها لاوكرانيا ما سهلش في ربي عندي صاحبي يلعب معايا قبل في الكلوب افريكان يقرا غاديكا ويلعب شفت معاه هكا شويه خيوط مشيت ما سهلش في ربي قلت الوقت قاعد يمشي باش نقعدش نجرب كل مره في البلاصه نكمل في تونس هكا كملت العام تاع قفصه مشيت للجرزيس وجات ثورة فلوس ما فماش بعيدة على تونس عملت ستة شهور اللي عديته نافيت ما نقولكش كل جمعة نروح ما نجمتش الساعة مستين اسمه ما كنت في جيبس في جيبس خارج من الكلوب يزيني نضحي يزيني نضحي ونقعد واللي قلت لك بعد اللي صار لي ذاك الكل جيبس قصرين ستاد ليبيا قفصة بديت نشم اللي ساي بريسك ساي يزم الفانت كارير قرب وما فماش فلوس بريد الثورة تقعد بثلاثة أربع شهور ما تخلص حتى التو يقعدوا حتى بالاكثر حتى بالاكثر وانت تقول لي علاش شكون بعت ها هو من الاسباب اللي بعت وعندك عائله دونك زيد ديسيزيون تاعتي زيد خبيت وقتها وقتها بديت نخم باش تقعد كل تمشي جامعه ما فيهاش فلوس باش يقول لك اصبر عليا وانت عندك عائله باش تروح للدار يقول لك تعطيني فلوس باش تقول لي استنى حتى اللي خلصني دونك بديت نخم كملت ستة شهور من جرزيس وخممت اني باش نحل بروجي وحدي ونعيش وحدي والحمد لله. عاونتك العائله معنا في الديسيزيون اللي خذيتها؟ من الاول بون الوالد لا ماذا به كيما ماذا به قد ولده يقعد يلعب بون من بعد تقبلها. ما ندمت في عمر قد ايش الساعه؟ في 2030 في 30 30 31 بكري تسمكم بكري كنت نجم تكمل زيد اكثر في سيرتو ديفونسور معناها نديدك كما قلنا في الاوف نديدك مازال يكملوا توا معناها وسام مازال لا بون في وقت توا ما يلحقناش كيف فرد عمر نتصور انت وياه نتصور بون في وقت نتاع توا باش تقول لي تقعد كل مره في جمعيه ما يسالش فما فلوس توا كيما حكينا في الاوف قلت لي سالير 50 100 معناها حاجه توا احنا قبل السالير حياتك تقول ما تلمهمش ما تلمهمش معناها باش فهمت دونك تخير تقول معناها تعب وتضحي وتلعب وفي الاخر ماكش باش تلقى فلوس باش تلقى باش تعيش باش تخمم على مستقبلك نهار اخر
دونك نخمم في مستقبلي من توا علاش نقعد نوخر فيه. دونك اضطرت تمشي تحل البروجي. اضطرت وقتها اني نحل البروجي. ماشي الامور بروجي. الحمد لله. الحمد لله. ما ندمتش ولا حاجه. لا لا الحمد لله. وممكن علاش انا الحاجه الوحيده الحاجه اللي ممكن بعدتني على الكوره اني ركزت في البروجي باش نقعد باش نعيش بيه ومع صغاري وداري وعائلتي. شنو تبدل في حياتك شوي. من الكوره رجعت انسان عادي حل عندك مشروعك تخدم فيه. اول حاجه تليفونك كان ينقص 100 مره في النهار ما عادش ينقص بالكل. 50 مره. بون الاصحاب تاع الكوره نقعدوا دون 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 نكلموا بعضنا ساعات نتقابلوا ساعات فهمت. الحاجه الوحيده اللي تقعد هذه ما يعرفها حد الا اللي لعب في النادي الافريقي. اللي هي مانيش باش نقول لك رمي ورود ولغه خشبيه ويجي اي واحد يحكي لك على الكلوب باش يقول له والله يحب الكلوب. لا التوا تمشي انت جمال تاع الكلوب او جاي فلان تاع الكلوب ما تسمي بالكلوب. انا حسب خدمتي نعمل في نتعامل مع الوتله مثلا نهز لهم في الخبز وكذا تاع الكلوب اوكي تاع كذا ما تسمي بالكلوب. كل شيء تسهل فهمت. ما دافع مع الناس تعرفك اليوم تفكرك حتى اللي ما يعرفش الاخر يعرف يقول له كذا يولي يعرفك بالسيف يولي يعمل حاجات اعطيه انت كلوبيوستك يحب يخدمك يحب يعمل حاجه ظهر لك ولا جمعي انت حتى مكشخ خيف كيف لا نحكي على روحي. انت ممكن مكشخك عرفتك تو مكشخ هاك عرفتك تو مكشخ انت قلت باهي ايا نبدل شويه الجو جميل. مرحبا خلينا نكملوا معاك اخر الربع ونص بالطبيعه مع دو روبريك باش نكملوهم بدايه مع لوكويز. لوكويز لوكويز مجموعه من الاسئله جميل ما تخممش برشا وجاوبني فيسع فيسع فيسع. اي شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ احسن لاعب تونسي انت قلت لي ما تعاش تبع برشا كمان باكيت هم لاعب يجلب انتباهك. وسام يحيى. وسام يحيى اليوم احسن لاعب تونسي تو احسن لاعب في تاريخ تونس تونس جابته تونس جابته تونس طارق طيب مش دخلوا في تونس تونسي جابته تونس تونسي 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 خالد بن يحيى. خالد بن يحيى شكون الظهير الايسر اللي يعجبك اليوم في تونس؟ اليوم في تونس تخممش برشا حاليا ما فماش برشا فما اربع خمس كعبات معلول حدادي عابدي مزرب ونس هذا عابدي عابدي باهي احسن ظهير ايسر في تاريخ تونس الهادي برخيصة. شكون احسن مدافع ايسر اليوم في العالم؟ انا نحب روبرتو كارلوس اليوم 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 اي يلعبوا توا معنا مزايا توا ما نسميش ما تبعش برشا شكون احسن لاعب في العالم اليوم تعتبر؟ كريستيانو. احسن مدرب تونسي توا ولا قبل؟ توا توا ان شاء الله يكون منتصر الوحيش ان شاء الله يكون حاجتي بشكون توا هو منتصر الوحيش ان شاء الله معناها يكون كما قلت انا ان شاء الله يبرهن لي هو يكون احسن مدرب اليوم هو احسن مدرب انا نتصور باهي شكون احسن مدرب دربت عنده؟ اكسبرايا. احسن مدرب في العالم تعتبره اليوم ولا ما تبعش برشا كيف كيف؟ شكون اقرب لاعب ليك كان؟ كريم سعيد. اكثر لاعب ما تفهمش معاه؟ ما عنديش مشكله مع مش مشكله ما تفهموش ديما تتنابزوا حاجه هكا تفادكم بعضكم برشا مروان تاج مروان لعب معك في استاد في الستاد هو صغير صار وقتها كان ما قلتلكش المسح احسن بونتو ماركيتو في السعوديه للمغرب الفاسي قداش اكبر سالير خذيتها؟ سالير لازم جاوبه ما فيها شيء انت ما كانوش دي مونتون كبار كبار وقتها يحكي فارغ اقل سالير قداه؟ 500 دينار شكون ملاعب بكركار ما يحبش برشا لونترينمون والفيزيك والخدمه كان طارق سالم طارق سالم ملاعب بالعكس خدام برشا خدام خدام خالد مولي يخدم برشا خالد كانت هذه لوكويز لوكويز اخر بريك باش نكملوها معاك جمال ليكيب تيب ليكيب تيب لعبت في ليبيا لعبت في الكلوب في ستاد في جابس في قفصة جرجيس كهوة قاسرين ما نسيتش حتى جمعي سي بون هذا المهم لعبت مع برشا ملاعبيه اكيد باش تحط لي انت روحك مدافع ايسر وتعملي تشكيله من احسن 10 ملاعبيه لعبت معاهم. نبداو بالجارديان. خالد عزيز. على اليمين. شكري الزعلاني. في الاكس.
وليد الغول حمدي المرزوقي. هذه بسمي تشكيلة الكلوب هذي. ده انا اللي دي خدي لعبت معاه. ايه لعبت معاه. في الوسط. في الوسط. قيس الجويني ملعب الجيبسي. قيس الجويني ايه. تدك واحد داخل في الوسط. خدر خدر. سيدك انت فكر شوية ايه. وسام يحيى. وسام يحيى. اشرف خلفاوي. درامان تراولي. طارق طيب. مثل واحد برك راه. اتاكون لازم يكون. اتاكون. احسن اتاكون لعبت معه. سلام الخزاوي. سلام القزاوي. ما لعبتش معك ما تشوف. لعبت معه. سلام القزاوي خيره. هو كماتشو باهي يا مانتي عطيتني قلت لي اخي ملاعبي. قلت لك احسن احسن لا قلت لي مزلك ملاعبي. اي. سلام القزاوي. سلام القزاوي. ما افهمش عليك الشوا نتاعك كان. سلام القزاوي. سلام القزاوي. كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب. يعطيك الصحة جمال شرفتنا بحضورك اليوم. عشان. ما نعرفش خليك في الاخر كانت تحب تقول كلمة. نوجه. العباد الجمهور ما نعرفش العباد تسأل عليك. نوجه تحية. تحية. سي سليم عبد الغفار اللي من كرة الفضو تحبوا برشا تحبوا برشا تحبوا برشا سلم على اصحابي الكل على عائلتي وان شاء الله الكل يبدراوها ديما الفوق ان شاء الله سنة نهزوا دوبلين ان شاء الله يعطيك الصحة جميع مازال مكملين في زون ميكس حتى الخمسة بتاع العشية فاصل الاخبار وبعد